برز اسم عزلة الصنة بمديرية المعافر بما عرف قديما بالتعاونيات، حيث كانت أول عزلة تتبنى هذا العمل المجتمعي. في عام 70 واستمرينا وأوجدنا الثقافة داخل المنطقة، هذه ثقافة مدنية اجتماعية تعاونية، أوجدنا أشياء، حولنا المنطقة من منطقة إلى أسرة من خلال التكافل الاجتماعي اللي وجد والمصداقية والأمانة وأيضا البساطة الذي كانت هي عوامل أساس عوامل النجاح. الإمكانيات الشحيحة لم تمنع أبناء المنطقة من توحيد جهودهم وطاقاتهم، ما أنتج عددا كبيرا من المشاريع الخدمية التي تهم حياتهم. بدأ العمل التعاوني يتدرج في مشاريعه، الأمر الذي ما جعلوش يفشل في أي مشروع من المشاريع. التدرج بدأ بحسب إمكانيته في إنشاء مركز صحي، ثم انتقل إلى المرحلة الأولى من بناء مدرسة واللي هي 3 فصول إدارة، ثم أيضا انتقل إلى إكمال المدرسة ب4 فصول إضافية إضافة إلى إدارة ومكتبة وإلى ومعمل، ثم انتقل إلى بناء المشروع المي. المشروع المي هو طبعا شكل إنجاز كبير. يحتفل هؤلاء اليوم بالذكرى 47 لتأسيس إدارة تعاون الصنة، ويعبرون عن فخرهم واعتزازهم بما حققوه طيلة أكثر من 4 عقود. في ذلك الوقت احنا طلاب شاركنا في نقل المواصير والأشياء، كانت هناك روح تعاونية من الكبير إلى الصغير، للمرأة للفتاة دون تمييز. خدمة التعاون موجودة، التعليم موجود، الصحة، الماء. رغم ظروف الحرب التي تعيشها البلاد، إلا أن هؤلاء يؤكدون استمرارهم في العمل التعاوني لتقديم خدماتهم للمنطقة وتوفير ما عجزت عن توفيره الحكومات المتعاقبة. توقفت معظم وسائل الحياة العامة في كثير من محافظات الجمهورية بسبب الحرب، لكنها لم تتوقف هنا في الصنة بفعل العمل التعاوني لأبناء المنطقة. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من عزلة الصنة مديرية المعافر، تعز.